الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى وآله المستحقين شرفا. أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله نتكلم عن أحكام الأضحية ببساطة. إيه هو معنى الأضحية وإيه هو دليل مشروعيتها وإيه أصلا الحكمة من مشروعيتها؟ أولا، إيه معنى الأضحية؟ معنى الأضحية هي الذبيحة التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى من شروق شمس يوم العيد إلى غروب آخر يوم من أيام التشريق. إحنا ليه قيدنا كده وقلنا إن الأضحية بتكون من شروق شمس يوم العيد، العيد الأكبر اللي هو الأضحى، إلى غروب آخر يوم من أيام التشريق؟ لأن الإنسان ممكن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإطعام الطعام، ممكن واحد يروح جاي يذبح عجل لله سبحانه وتعالى في أي وقت آخر، فهل بدا يسمى أضحية؟ لا، لا يسمى أضحية. ليه؟ لأن الأضحية ليها وقت محدد ومعين، وهنتكلم عنه في آخر حاجة إن شاء الله. يبقى ده معنى الأضحية، ذبيحة الإنسان بيتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى من بعد صلاة العيد اللي هو بتكون بعد شروق شمس يوم العاشر من ذي الحجة. ده معنى الأضحية ببساطة. إيه هو بقى دليل مشروعيتها؟ دليل مشروعيتها من قول الله سبحانه وتعالى: فصلي لربك وانحر. صلي الأول وبعد ذلك انحر. ده من القرآن. وأما من السنة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ ضحى بكبشين أملحين أقرنين، واحد عن أهل بيته وواحد عن أمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ده دليل المشروعية. ممكن واحد يسأل يقول طب إيه أصلاً الحكمة من مشروعيتها؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى شرحها؟ بحث أهل العلم في المسألة دي، وأقرب ما يكون من هذه الأقوال أنه شكر من العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. طب الشكر ده على إيه؟ على نعمة الحياة، كما فعل سيدنا إبراهيم عليه السلام على نعمة حياة ولده إسماعيل في قوله سبحانه وتعالى: وفديناه بذبح عظيم. ومن هنا جاء مسألة الأضحية، سنة اتباعا عن سيدنا إبراهيم ثم بعد ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي الحكمة من مشروعيتها، شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الحياة وشهود هذه الأيام المباركات. دي الحكمة من مشروعيتها. طب إيه حكمها؟ هل هي واجبة فرض يعني على كل إنسان، ولا هي سنة؟ من خلال أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به الشرع الشريف، ذهب العلماء أن حكم الأضحية سنة مؤكدة. سنة مؤكدة يعني ليست بفرض على المسلم، إن فعلها أخذ الثواب وإن لم يفعلها لا عقاب عليه. طيب هنا مسألة مهمة جدا، هو ينفع أنا لو مش مستطيع أروح أستدين أقترض علشان أجيب الأضحية؟ الأصل أنها غير واجبة، فما تحملش نفسك، ده الأصل، ما تحملش نفسك فوق طاقتها. طيب أنا حابب أعمل الموضوع دوت وعاوز أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسنية الأضحية، عايز أخد الثواب ده، هل ينفع أن أنا أخد الثواب دوت وأروح أستدين من حد حبيبي أو قريبي؟ إن ضمنت أنك ستؤدي مفيش مشكلة، افعل هذا ولا حرج، لكن الأصل أنها غير واجبة عليك، خاصة علشان أعرفك أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى عن أمته، الناس الفقراء اللي مش لاقين أنه يضحي عن نفسه ولا عن أهل بيته، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى عنه. طيب يبقى إذن حكم الأضحية سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الفقير. بتكون عن مين؟ عن الرجل وعن أهل بيته. يعني إيه عن أهل بيته؟ مين هم أهل بيته أصلاً؟ عمن تلزمه نفقتهم، أي واحد مسؤول من الراجل في بيته. وبالتالي لو هو عنده بنات متزوجات، لا خلاص هو كده مش بيضحي عنهم لأن عندهم اللي بيصرف عليهم. طب لو بنات مش متزوجات وعنده أبناء قصر وعنده أم بيصرف عليها أو والده بيصرف عليه، كل دوت خلاص بيدخل في هذا الأمر، يبقى بيضحي عن نفسه وعن أهل بيته اللي هو يلزمه نفقته. هيضحي بإيه بقى؟ إيه هي الأنواع والأصناف التي تكون منها الأضحية؟ هل فعلا زي ما احنا بنسمع أن ممكن أنت تضحي بديك أو فرخة زي ما بعض الناس بيقول؟ إيه هي شروط الأضحية أصلا؟ شروط الأضحية ثلاثة. أول حاجة خالص تكون من الأنعام. اتنين، بلوغ هذا الشيء اللي احنا نضحي منه من الأنعام بلوغ سن معين.
ثلاثة أن تكون سليمة من العيوب. نبدأ نشرح يعني إيه أصلا أنعام، وجبنا منين فكرة الأنعام، وليه ما ينفعش أن احنا نضحي بديك ولا فرخة ولا الكلام ده. أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى قال ليذكروا اسم الله على ما رزقهم، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إيه هي بقى بهيمة الأنعام؟ نروح كده نشوف كلمة الأنعام دي بتطلق على إيه. وجدناها بتطلق على الإبل والبقر والغنم، التلات أصناف دول بس، الإبل، الجمال، ذكر أو أنثى، وبعد كده البقر ذكر أو أنثى، وبعد كده الغنم ذكر أو أنثى، وبيدخل طبعا معها الضأن والماعز. يبقى إذن علشان تكون دي أضحية لازم تكون من الأنعام اللي هي التلات أصناف دول، جمال الإبل يعني، ذكر أو أنثى، بقر، جاموس، عجول من هذا الصنف، أو الأغنام بيدخل فيها الضأن والماعز. يبقى إذن ما ينفعش إن أنا أضحي بأي حاجة خارج التلات أصناف دول لأن دول الأنعام. طيب هل ينفع أضحي بأي حاجة من الأصناف ديت ولا ليها شروط معينة؟ لا، لابد أن تبلغ، يبلغ بقى الصنف اللي احنا هنختاره، الإبل أو البقر أو الغنم، سن معينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدده في السنة. ففي الحديث لا تذبحوا إلا مسنة الأصل إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وفي حديث آخر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمة الأضحية الجذع من الضأن. إيه معنى الكلام ده؟ يعني إيه مسنة ويعني إيه الجذع؟ هنبين. المسنة يراد بها اللي هي الثنية، اللي هي بتختلف، كلمة الثني دوت بيختلف من البقر، من الإبل، من الأغنام، كل حاجة الوصف ده ينطبق عليه بيختلف سنه. فنبص نلاقي سن ببساطة يعني عشان نترجم الحديث دوت، هتلاقي إن علشان تكون الأضحية سليمة في الإبل لازم تكون الجمل دوت أو الإبل أو الناقة عدت 5 سنين ودخلت في 6 سنين، يبقى ده شرط أساسي. طب أقل من 5 سنين ما ينفعش إن أنا أضحي بيها. ده بالنسبة للإبل. طب بالنسبة للبقر والجاموس والعجول، قال لك 2 سنين فما فوق، يبقى تم 2 سنين فما فوق، أقل من 2 سنين ما ينفعش إلا باستثناء حاجة واحدة بس، العجول لو لقيت عجل من العجول بلغ 350 كيلو، لو بلغ 350 كيلو هو عنده 1.5 سنة، قال بعض أهل العلماء وهو المعتمد في الفتوى أن يجوز أن أنت تضحي بيه، وهنقول ليه، وهنقول الحكمة أصلا من اشتراط السن. طيب يبقى إذن الإبل 5 فما فوق بالنسبة للبقر والجاموس والعجول، 2 سنين فما فوق بالنسبة للماعز، 1 سنة فما فوق. طب بالنسبة بقى للخراف 6 شهور فما فوق، ويستحب ان هي تكون بلغت 1 سنة. دي سن الأضحية، شرط أساسي لابد أن يتوافر في الأضحية حتى تكون الأضحية مجزئة. طيب إيه بقى فكرة الحكمة أصلا من اشتراط السن؟ الفكرة بتدور حول مظنة وفرة اللحم، إن غالبا وعادة إن السن دوت في الأصناف دي بيكون فيها اللحم وفير، وده طبعا راجع لرعاية مصلحة الفقراء. علشان كده قلنا في العجل لو هو بلغ 350 كيلو إن هو يصح ويكون مجزئ، لو ما بلغش 2 سنين وكان عنده 1.5 سنة يكون مجزئ إن احنا نضحي بيه، مش شرط يعني أساسي في العجل، استثناء. طب إيش معنى 350 كيلو؟ يعني إيه الشرط ده؟ جبناه منين؟ عدنا فيها إلى الأساليب العلمية في التربية، في تربية العجول. قالوا إن السن بتاع 14 ل16 شهر بيكون العجل فيه تم هذا العدد من الكيلوهات، وده أفضل وقت بيكون فيه العجل كثير اللحم. بالتالي الشريعة بصت على المقصد الأسمى لرعاية مصالح الفقراء والمساكين. يبقى إذن السن ده شرط من شروط الأضحية. ثالث شرط من الشروط إن هي تكون سليمة من العيوب. ليه سليمة من العيوب؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وبالتالي في حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه تجزئ من الأضاحي، لا تجزئ من الأضاحي 4، في 4 أنواع ما بتجزئش عندنا في الأضاحي. إيه من هم الأربع أصناف دول أو الأربع أنواع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العوراء البين عورها، العرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى. العجفاء التي لا تنقى يعني الذبيحة اللي من كتر ضعفها
صارت هزيلة لغاية ما مخها ذهب أصلا. يبقى كده الأصناف الأربعة دول أساسيين، ما ينفعش إن أنا أضحي بأي حد منهم، لا عرجاء ولا عمياء ولا مريضة ولا هزيلة. وبيلحق بذلك لو كانت مقطوعة الأذن ما ينفعش إن أنا أضحي بيها، طب مقطوعة اللسان برضك نفس القضية، طب مش عوراء عمياء ده من باب أولى. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العوراء أصلا ما تجزئش، العمياء من باب أولى، والعرجاء ومقطوعة اليد أو مقطوعة الرجل، كل هذه العيوب بتمنع من إن الأضحية تكون مجزئة. وندخل بقى لسؤال مهم جدا معظم الناس بتحتاجه، إيه حكم الجلالة؟ الجلالة دي معناها إيه؟ اللي هي بتأكل أعذكم الله العذرة والقذرات. كتير من الناس بتسأل السؤال ده، أنا النهاردة هشتري أضحية من الراجل اللي هو بيلف بالغنم الأغنام في الشوارع وبتأكل أعذكم الله القذرات وغير ذلك، هل يصح شرعا إن هي تكون مجزئة؟ سؤال مهم. الأصل إن هي لا تجزئ، الجلالة ديت كما يسمون لا تجزئ في الأضحية. طب إمتى تجزئ؟ لو حبست. حبست إزاي؟ قالوا لو حبست حتى تنقي ما في بطنها، الطعام الفاسد اللي أكلته القاذورات والكلام ده يخرج ويدخل مكانه طيبا، أخدها عندي أربيها في البيت لمدة معينة لغاية ما خلاص القاذورات والحاجات اللي كانت في بطنها ويوي إلى غير ذلك خرج ودخل بداله طعام طيب، في هذه الحالة يصح إن أنا أضحي بيها. طب الوقت قد إيه اللي أنا أحبسها؟ بعض أهل العلم قال في الإبل يكون 40 يوم، وفي البقر والجاموس يكون 20 يوم، وفي الغنم بيكون 10 أيام. ندخل بقى لحتة تانية، طيب أنا دلوقتي جبت الأضحية وفيها شروط وتمام، أقسمها إزاي؟ ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تقسم أثلاث، ثلث للرجل ولأهل بيته، وثلث لأقاربه ولجيرانه، جارك اديله منها وقريبك ادي منها، وللفقراء والمساكين. طب واحد بيقول لي أنا مش عايز أخد منها حاجة ومش هدي جيراني ويوي، بس هوزعها كلها للفقراء والمساكين، هقول له من السنة إن أنت تاكل من الذبيحة بتاعتك حتى ولو كان قدرا بسيطا، وبرضك إنك تدي جارك أو أقربك ده أمر مطلوب شرعا، وأيضا في ذلك مراعاة للفقراء، اديهم ما تبقى حتى ولو زاد على الثلث، حتى ولو زاد على النصف. يتبقى معانا آخر حاجتين، هل هناك أداب للمضحي؟ في أداب وسنن يندب فعلها على الإنسان اللي هيضحي. أول حاجة خالص إن هو في خلال 9 أيام من أول ذي الحجة لغاية ما يجي يضحي أو ما زاد على ذلك، لأنه ممكن يأخر وقت الأضحية، لغاية ما يضحي من أول شهر ذي الحجة لغاية ما يجي يضحي، يسن ويندب في حقه إن هو ما يقصش ضوافره ولا يحلق شعره ولا يأخذ شيئا من شعر رأسه ولا بدني ولا أي حاجة خالص، متشبها في ذلك بالإنسان الإيه؟ بالإنسان المحرم تشبها به. ويسن أيضا من آداب المضحي إن هو يحسن إلى الأضحية، ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. هحسن ليها إزاي؟ سواء في المأكل أو المشرب، وإنت جاي تذبحها ما توريهاش السكينة، اوعى، خلي بالك، ده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، اوعى توريها السكينة إنك تذبحها، ده من الإحسان المطلوب. وليرح ذبيحته وليحد شفرته، يخليها مسنونة علشان ما تتأذاش وهو بيذبحها. من أداب المضحي أيضا أن يشهد أضحيته، يشوف، والأفضل أنه يذبح بنفسه إن كان يستطيع. طب هو ما بيعرفش يذبح، خلاص يشهد هذه الذبيحة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر السيدة فاطمة الزهراء رضوان الله عليها بأن تشهد الذبيحة. آخر حاجة خالص، وقت الأضحية طيب بيكون من إمتى؟ بيبدأ كما قلنا من البداية، من أول يوم العيد، من شروق شمس أول أيام العيد لغاية رابع يوم غروب شمس رابع يوم. في أي وقت من الوقت دوت، أول يوم العيد شروق الشمس لغاية غروب آخر أيام التشريق اللي هو رابع يوم العيد، يعني يجوز لك شرعا أن تضحي في هذه الأيام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم، كل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.